لك أنا باكله لأطلس أكل، شايفي أصابيعه الصغار وأنفه الصغير؟ بعضه منهم وباكله، حبي شو هالنوم الحلوة هي يا الله. عن جد معك حق يا زينو، أحياناً كتير وأنا عم بتطلع فيه بقول مستحيل ولد بهالجاذبية والحلاوة، وبقول معقول أنا خلفته؟ بس أنا بدي أقول شي، تعرفيني بطق إذا ما حكيت. بعرفك زينو. ما في حدا بالبيت ما هيك؟ لا ما في حدا، وكنان رح يتأخر، شو القصة؟ إسراء؟ هذا الولد زغرته بتشبه زغرة مروان، يعني عم أقول لحالي ما بدي أحكي بس والله ما عدت أتحمل، معقول يشبهه لهالدرجة؟ إيه عن جد زينو، والله أطلس بيشبهه كتير. وقت كنا بلندن أوقات بالليل كنت أطلع فيه وحس وكأنه مروان جنبي. ما فهمت عليكي، شو قصدك يعني؟ يعني قصدي إنه معك حق بيشبه مروان شوي. إسراء، أنت في عندك شي حابة تخبريني فيه؟ لا زينو، ما في شي بنوب. إسراء، أنا بعرفك كتير منيح، صار لازم تحكي لي. يلا فهميني شو صاير معك؟ أحكي. زينو أنت معك حق، عن جد صار الوقت لحتى أحكي كل شي لأنه ما عاد أقدر أتحمل هذا الحمل لحالي. زينو أنا غلطت غلطة كتير كبيرة. شو عملتي يا روحي؟ زينو أطلس بيكون ابن مروان. كيف؟ أنا عم بظلمه؟ برأيك إني أنا عم بظلمه لمروان؟ زينو أنتي ما بتعرفي أنا بشو مرقت؟ حبيبتي بعرف. لا ما بتعرفي أنا... شو كنت بدي أعمل زينو؟ مروان بيك كان عم بيحضر مع مرته كارلا غرفة للبيبي، وباللحظة اللي ما كان بده يسمع فيها اسمي كان لازم روح وخبره إني حامل. طالما كان بيحبني كل هالقد ليش ما راح وطلقها لكارلا؟ انتي ما بتعرفي اني انا قعدت شهور وانا عم بستنى خبر صغير من مروان وما سمعت. بتعرفي شو سمعت بالاخير؟ سمعت قديش مبسوطين. زينو انا كمان انسانة، انا كمان انسانة وعندي مشاعر وبحس كتير منيح، صدقيني انا عندي مشاعر كمان. انا كنت قاعدة هنيك لوحدي، كنان اجا وحاول انه يساعدني وبدون اي مقابل، وهلا الحق علي لانه قبلت المساعدة منه؟ أنا لأني لقيت مساعدة لإلي ولابني بطلع أنا المحقوقة؟ أنا صرت متهمة لأني لأول مرة بحياتي بقبل مساعدة من حدا لإلي زينو؟ إسراء حبيبتي أنا آسفة، ما كان قصدي أقول هيك، بعتذر، حقك علي. ما عندك فكرة قديش عشت أيام صعبة ولساتها صعبة، صعبة كتير. إسراء ليكي، مروان وقف جنب كارلا بس مشان البنت، من وين جبتي فكرة إنه هن عايشين حياتهم ومبسوطين فيها؟ أنا مرة سمعت كنان عم بيحكي مع كارلا فيديو على التليفون، كانوا جايبين غرفة البيبي وعم بيحضروا البيت. تتخيلي أنا شو حسيت لما سمعت بهالشي؟ المهم هلأ زين، مو طالع بإيدنا شي، اللي صار صار ومشي الحال، وغلطتي ما عاد فيها رجوع. يمكن في حد. زينو اصحكها اصحك، ما حدا لازم يعرف فيها القصة ابدا، بالاخص موسى. بدك تخبي هي القصة كرمالي؟ اسراء بلا سخافة، طبعا ما رح احكي، معقول اعمل هيك شي يعني؟ لا تجد بيها. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الاخطارات لتكون اول من يشاهدها.